حقق اللاعب الصيني سونغ هو هدفا سهلا بعد تسليمه تمريرة عرضية رائعة من زميله تشان جي بان في الدقيقة الأولى من بداية المباراة، وثم حافظ المنتخب الصيني على زمام المبادرة من خلال استحواذه على الكرة. وبعد تفويته لعدة فرص ذهبية تمكن سونغ هو من تحويل نتيجة المباراة إلى 2-0 بعد تسجيله رأسية قوية في شباك كوريا الديمقراطية في الدقيقة 42 من الشوط الأول. أما في الشوط الثاني عزز المنتخب الكوري الديمقراطي هجماته وأحرز هدفا واحدا بتسديدة من المهاجم تشين إيل كون داخل الشباك الصينية في الدقيقة 57. يذكر أن المنتخب الصيني سيواجه أستراليا صاحبة الأرض وصاحبة المركز الثاني بالمجموعة الأولى يوم الخميس المقبل. نحتاج إلى الكثير من الثقة للعب أمام أستراليا على أرضها. ليس هناك ضغط مستند علينا في المباراة القادمة لأننا حققنا الهدف وحصلنا على 3 انتصارات في 3 مباريات. علينا أن نلعب باسترخاء وبذل قصار جهودنا ومحاولة تقديم أداء جيد في المباراة مع أستراليا. أنا سعيد جدا بتسجيل هذه الأهداف التي لا يمكن تسجيلها دون العمل الجماعي ودعم زملائي في الفريق. هذه هي كرة القدم التي نلعبها حاليا وتتطلب جهود الجميع. أريد أن أشكر زملائي على دعمهم لي ومساعدتي على تسجيل الأهداف. وفي المباراة الأخرى ضمن المجموعة الثانية فاز منتخب أوزباكستان على نظيره السعودي ب3 أهداف مقابل هدف، حيث أنهى المنتخب الأوزباكي الشوط الأول لصالحه بهدف سجله سارادور راشيدوف بالدقيقة الثانية. وفي الشوط الثاني سجل محمد السهلاوي هدف التعادل من ضربة جزاء بالدقيقة 60، ولكن البديل فوكوهيد شودايف سجل هدف التقدم الأوزباكي بالدقيقة 71 قبل أن يضاعف زميله راشيدوف محنة الأخضر ويسجل هدف الإطمئنان بالدقيقة 79 ليكون الهدف الشخصي الثاني له بالمباراة. لاحق المنتخب الأوزباكي بقافلة المتأهلين لدور 8 وستلقي أوزباكستان كوريا الجنوبية يوم الخميس المقبل.